السلام عليكم في قناة أم فهدو مرام. اليوم جينا لكم في فيديو جديد. مهم الفيديو كيهضر على الشامية. عطي هاد الشامية. مهم راه ماشي الصيف، قرب الصيف. مهم هادي راه ماشي سميتها ماما اللي صايبتها، أنا اللي صايبتها. مهم نجيب لكم واحد شوية مرونة من هنا، ماشي مرونة الصراحة. شفت كتعجبو القرفة؟ هاو هاو فاش كتعجبو القرفه، داكشي علاش درت لي شويه القرفه هنا. حتى انا كنموت على القرفه ديال بصح، لدرجه كنموت عليها، كندلاها هكا وكنا ناكلها بوحدها، واعره كتجي. صافي درت شويه اللي ما عجبتوش، اللي ما بغاش القرفه بزاف. المهم غنلوح بعد ياك كنشد وكنديرو ها هو تسنوا قدوها. المهم كنشد، شوفوا راسي بعشا رقاق، داكشي علاش كتجي نديرها. كنشدو وكنديرو غنقول لكم نيشان. المهم حنا راه دائما كنبيعوها في في الصيف، ما كنبيعوش في الدرب. المهم كنبيعوها يا اما في الدرب يا اما في حتى بلاصه المهم معروفه كنبيعوها. شاميه عالميه اللي كلها يتقيه. المهم كنشدو، غنقول لكم مقادير باش اللي بغيتو تصايبوها لوليداتكم خواتاتكم اللي بغيتو تصايبوها ليهم. هانتوما كتشدو، المهم نسبة ثلاثة الأشخاص كتشدو كديرو، ولا أربعة، ولا من ثلاثة من أربعة لتحت. صافي هادي هي لا تقدكم نيشان. هانتي كتشدو ياكم، كديرو الكاسرونه فيها الماء، وكديروا نورك تحبني في هذا اللي دفعني. وكديروا سنيده، كديروا جوج معالق ونص ديال سنيده، وكديروا جوج معالق ونص ديال سنيده، ولا ثلاثه ولا جوج معالق وربع ديال سنيده، ولا ثلاثه معالق. وكتشدوا وكديروا سميده رقيقه ياكم، حيت هي كتنفخ. وكتشدوها وكديروها في الماء، وكديروا اللون، ولا ما بغيتوش ديروها باللون ديروا اللي بغيتو. واو نسيت ما قلت لكم، كديروا الفاني باش تجيكم بنينه. كديروا الفاني، الله حيت الفاني كتعطي. كديروا الفاني، ساشي الفاني ولا نص ساشي الفاني اللي بغيتو، وكتشدو وصافي. وكتحطوها في شي، كتخليوها حتى كطيب مزيان، حتى كتقطع فيها، ماشي حتى كتحرق، حتى كطيب مزيان. صافي كتخويها في شي لاطا بحال هكا، حتى كتولي دايره هكا، كديرها هكا كديرها شتو. وكتحطوها في الثلاجه، يا اما في الثلاجه لتحت يا اما في الفريكو، كتنقصوا شويه البروده الفريكو. صافي وكتجيبوها هكا. ما خاصهاش تكون كارمه بزاف، ولاني خاصها تكون دايره بحال هكا. نوريكم بحال هكا، لا ماشي نجيب موس عندكم معايا فيكم. المهم كتشدو، غنجيبو شي مويس ولا شي حاجه. صافي ها هو الدراري الصغار ما خاصهمش يشدو المويس. وانت ما كتشدوش بزاف باش تشد المويس. المهم راه كن راه هي ثلاث سنين نوريكم شي حاجه باش نبان كامله. المهم كتشدو كدلها. انا قلبه داك المويس كنجي فين نبيعها، كنلقى راسي كليتها وربع الماركة ما كنبيعها، كنصايبها في الدار ونشد بيها السول. نجي من البحر ونشد بيها السول. كنجيب وين نسيت ما وريتها لكم، خصني نوريكم. كتجي مخيل داهم، شوف كتجي دايره هاكا، كتجي بحال دانون
كذا أنا تحبني فيلم هذا كده ما يمشي دانون يجي بحال رايب ولما يجي يرفع الفان يرفع دانون المهم من احسن من يرفع دانون كل ما صدق شي هو تقدروا ديروا فيه الفانيلا تقدروا ديروا فيه الشوكولات تفنوا فيها اللي بغيتوا تقدروا ديروا اللون الاحمر الزرق أنا باش نقول لكم في المعلومة أنا كنموت على القرفة سواء في البسطيلة ولا في السفة ولا في أي حاجة كتعجبني المهم أنا كنقطعها أنا راه قطعتها أنا راه ديجا قطعتها شكي كتجي كتجي بسبوسة على شكل بس كتجي بحال البسبوسة كتجي واعرة المهم اللي كيخاف من الموت ميستعملوش ديرو غا الفرشيط ولا تا الفرشيط مدي ديرو غا البالا حبيبي على البالا هاديك اللي كتهز الحليب كريم بالا نيت فهد اجي الدور قبل ما فاش يدوق قلت كيما سالي من السيما دقتو هاكا القرفة واعرة انا طباخة هذا بلونكو معروفة بلونكو كيعجبني بزاف واعرة المهم نخلي الفات والماما واعرة قرفة مش حاف بربع دريال بربع دريال الوحدة زيدك اشو زيدك صدقك عزيزي مصيبتي انا كمية كلا كل حكا ايديا لا واعر والله شكرا انا حوني انا راه كيعجبني بحال هادشي ديال هادشي بحال هاكا كنت فنن فيه ولي درا القرفة متحناش مزيان لا تضحك عشان كنشوفهم ديك السميدة واعرة كنبغيهم ضرب في ديك هاد القرفة انا قبل ما نصور لكم الفيديو راه كنبغيت لكم هاد الجهة مكايناش راه درت فيها الصرفة القرفة بزاف هادي غتكهمني هادي تا لي لون يعني كنحفظ وانا كناكل بس شي حاجة هنا مشي القرفة مشي القرفة شي حاجة دارت بحال حلا المهم وديتي كان عندكم اذا كان فيكم الحلاقة ندير دغيا دوز ليكم بغيت نحتاجو نمضغوها نعرفو نمضغها كنشدو السلوفان غنوريكم واحد العملية مبغيتش تخليوها فاسترز ليك وحدة ومشي هزا عاوتاني هذا راه كيموت على الشميل كنبغي نصايبها ما كنلقاهاش كنلقاهاش كياكلها معلومة على فهد
السلوفان ولا ما عرفتش فين حطاش ماما السلوفان، ماشي كتحطو في المجورة، وانا ما عنديش مع قوة المجورة بزاف. سبحان الله، تاع دوك اللي كيكونو كاع الامهات كيعرفو فين مخبية. كنعرف صايب ماما الشامية ياك؟ اه كتعرف صايب ماما الشامية، وانا كنعرف نصايب الشامية. بس ماما كلش صايباتها مقارنة في ديالي وديال ماما. قرنة ديالي وديال ماما والو. شوف 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 الكرداش الله يمن عاود صايبتو هاذي. هنا على الضجيج انا راه بحال حطيت شي شوطه سويلي اشي واعره اشي واعره. اكي راه دغيا كطير، والله انت دغيا كتساب دغيا كطير. اه دغيا كطير. انا راه درت كريسي، ديرو كريسي يعني عندكم شي كريسي، صبري عندكم شي كريسي، ديرو كريسي وخلي استنى ديرو شي كرسي وخليوها كتسنى تبقى تسنى فيها. شوف طيب، ولا ديرو جوج تيليفونات وخليهم شكون هي التيليفونات الا مهزيتهمش نتوما شكون هي غتقولو صايبتها معايا ماما. والله يا شوفو راه حتى اليوتيوب ما كنت ما كتصايب مع يا ويلي حتى اليوتيوب ما درتش منه، رغم مامي لي وراتني كيفاش ندير ليه. شحال هذا ماشي اليوم اليوم ولا شي نهار، شحال هذا اقسم بالله. عندك نهار وانا كنعرف نصايب فيها نورمال. مشامية كيصايبوها دراري، ايوا حنا كنصايبو الشامية الشامية العالمية اللي كانت فيا البنات فيا. لا لا واعرة هي ما واعرة تجي معلقة تجي معلقة تجي بنينة. صافي وخليها بلا ثلاجة. انت مدلقة السلوفان ماما عرفتهاش فين حطات السلوفان. المهم ماشي مشكل، وقالك لي في المجورة. المهم انا صافي، انا جبت هذا بابي ماشي اولي على بابي كادو. هذا فاز سميت هذا هذا ها هو ها هو اجي غير من هنا هذا ها تفين كتو واجي شوف. انا غنقول لك ما عرفتش شنو سميتو، ما عرفتش شنو سميتو. هاكا هو شوف بابي على الموتور. اه بابي على الموتور. لا كنت غادي معاك ورق الزبدة ها بابي. المهم ورق الزبدة تسير ورق الزبدة اخوتها كي ها السلام عليكم. ولا كنمشي وراك الزبدة. لا هذا بابي علي مونتير. اه بابي علي بابي بابي فين؟ ها بابي فين؟ بابي فيلمي فيلمي. المهم هذا هو هو هذا دابا غنكون بس كنضحك معاكم. هذا وهذا انا راه ملي كيسالي كنشدو كندير ليه هاكا ونقلب بيه. انا بغيت بصح كيصور شي قريب كذبة كلشي طالق على هاد الكذبة. المهم غنحطها في التلاجة وباي باي، ومتنساوش ديرو لايك وسبسكرايب وكومنت وشارات وبسلامة.